نتحدث عن المفهوم الذي من المحتمل أن يربك طلاب الكيمياء في بداية دراستهم لهذا العلم، وهو من أبسط مفاهيم علم الكيمياء، ألا وهو المول. مول يستحيل علينا أن نفهم أو نحل الكثير من المسائل في علم الكيمياء والكيمياء التحليلية بالتحديد بدون فهم هذا المصطلح أو المفهوم. المول في الكيمياء هو مجرد عدد، هو فقط عدد، وهو يساوي 6.02 ضرب 10 قوة 23، وهو رقم كبير جدا، وهذا الرقم يسمى عدد أفوغادرو، أفوغادروز نمبر. هذا كل ما أريد منكم أن تفهموه، المول هو مجرد عدد، انتهى. هناك العديد من التعريفات للمول. إن خضنا بتعريفات المول، هناك العديد من التعريفات له. مثلا لدينا هذا التعريف الذي حصلنا عليه من موقع ويكيبيديا، هذا تعريف الويكيبيديا للمول. وبعد أن نتطرق لعدة تعريفات ستلاحظون أن جميعها لها معنى واحد، ستلاحظون هذا. حقيقة لا يروقني كثيرا تعريف الويكيبيديا للمول، فأنا أراه معقدا نوعا ما، ولكن دعونا نراه. هنا المول يعرف على أنه كمية المادة الموجودة في نظام ما والتي تحتوي على عدد من الجسيمات المعينة، على عدد من الجسيمات المعينة، كعدد الذرات الموجودة في 12 غرام من الكربون 12. حسنا، ذكرت من قبل أن المول يساوي 6.02 ضرب 10 قوة 23. إذا أخذنا جزء آخر جزء فقط من التعريف، الذرات المتواجدة في 12 جرام من الكربون 12، هذا يعني أن هناك 1 مول من الكربون 12 في 12 غرام من الكربون. دعوني أكتب هذا: 1 مول of carbon 12, 1 مول of carbon 12 atoms in 12 grams of carbon. طبعا بما ان المول يساوي عدد افوغادرو، لذا يمكن استبداله بالرقم 6.02 6.02 ضرب 10 قوة 23 من ذرات الكربون في 12 غرام من الكربون 12. نعم، أرجو أن تكونوا فهمتم ما الذي أقصده. إذن هذا ما يعنيه المول، وبصراحة تعريف الويكيبيديا للمول هو محير قليلا، فأعتقد أنه مضلل نوعا ما، أراه محيرا للآن. حسنا، أول شيء يجب إدراكه هو أن المول طريقة للترجمة بين وحدات الغرامات والكتلة الذرية. ما هو العدد الكتلي للكربون 12 هذا؟ إنه يساوي 12، لهذا يسمى الكربون 12 بدلا من الكربون 14. إذن كتلته تساوي 12 أتوميك ماس يونت، وحدة كتلة ذرية، أي أم يو. إذن إذا كان لدينا 1 مول من الكربون 12 الذي لديه العدد الكتلي 12، سيكون يساوي 12 غراما. حسنا، طريقة أخرى للتعبير عن هذا هي 1 غرام يساوي 1 مول من وحدة الكتلة الذرية AMU. حسنا، أو يمكن كتابة 1 غرام يساوي 6.02 ضرب 10 للقوة 23 وحدة كتلة ذرية AMU. والسبب لكون هذا التعريف موجود في الويكيبيديا هو لأنه يساعدنا للتحويل بين العالم الذري حيث نتعامل مع الكتلة الذرية، وبين حياتنا اليومية بحيث نتعامل مع الغرامات، ومن ثم يمكن تحويلها إلى الكيلوغرامات. إذن هو يساعدنا في التنقل بين العالم الذري والعالم اليومي. وكما تعلمون الغرام هو جزء قليل جدا من الكيلوغرام، فهو يساوي 1 على 1000 من الكيلو غرام. إذا 1 جرام يساوي 1 على 1000 من الكيلو غرام. نعم، والكيلو غرام يساوي 2 باوند، إذا يساوي 1 على 500 باوند. هذا ليس بالكثير، ربما هناك طن من الذرات في 1 غرام من الكربون، أو على الأقل في 12 غرام من الكربون. لدينا 6.02 ضرب 10 قوة 23. لو تكلمنا عن هذا بالنسبة لعدد الذرات، فهذا رقم ضخم لتصوره، ضخم جدا. فمثلا دعونا نأخذ مثال، مثلا في قطر الشعرة، إذا كانت هذه الشعرة وكان هذا المقطع العرضي لها، طبعا رسمنا هذا الرسم من قبل في فيديو سابق، إذا رسمنا بهذا الشكل هناك 1 مليون ذرة كربون هنا. حسنا، أو إذا أخذنا تفاحة مثلا، دعونا نرسم تفاحة هنا، إذا أخذنا تفاحة وحاولنا تكبير أحد ذرات التفاحة لتكون بحجم التفاحة، على فرض أننا نستطيع عمل هذا، تكبير أحد ذرات التفاحة لتكون بحجم التفاحة نفسها، فسيكون حجم التفاحة الناتج يساوي حجم الأرض تقريبا. إذا ذرة التفاحة بالنسبة للتفاحة
كالتفاح بالنسبة للأرض، هذين مثالين كثيرا ما يشيران إليهما معلمو الكيمياء للطلبة ليجعل الأمور تبدو مدهشة وأكثر تشويقا، وهي صحيحة طبعا ليس فيها أدنى شك. حسنا، لنفرض أن لدينا غرام واحد من الهيدروجين، 1 جرام أوف هيدروجين. نعم، هذا يعني لدينا مول من الهيدروجين، 1 مول أوف هيدروجين. كيف أعلم هذا؟ طبعا لأن العدد الكتلي للهيدروجين هو واحد. إذا بشكل عام إذا أخذنا أي عنصر، وهذا الجدول الدوري فيه جميع العناصر، مثلا لنأخذ عنصر الألمنيوم، سأختار الألمنيوم، إذا كان لدينا واحد مول منه، 1 مول أوف ألمنيوم، طبعا وهو يساوي 6.02 ضرب 10 للقوة 23 من ذرات الألمنيوم. ما هي كتلة هذه الذرات؟ حسنا، كل واحد منها لديه عدد كتلي يساوي 13. إذا 13 أميوز أميو أس آسف ضرب، دعوني أمسح حرف الأس، ضرب 6. طب 6.0، أوه لا 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 لا، ما الذي فعلته؟ كنت آخذ العدد الذري للألمنيوم، والصحيح يجب أن آخذ العدد الكتلي له وهو هنا، آسف سامحوني اعذروني. حسنا، يجب أن نأخذ العدد الكتلي هنا، لنفرض أنه 27، نكتب ال 27، وإذا كان لدينا واحد مول من الألمنيوم عندها الكتلة ستساوي أو ستكون 27 غرام. حسنا، للواحد مول. إذا هنا حولنا من العدد الكتلي للألمنيوم إلى كتلة الألمنيوم، إلى كتلة الألمنيوم. لنقل أن الحديد، طبعا هناك العديد من النظائر للحديد، هذا الحديد هنا، لنفرض أننا نتعامل مع الحديد 56 مثلا، Fe 56. إذا نظير الحديد 56 هو لديه عدد كتلي يساوي 56. إذا كان لدينا مول واحد من هذا النظير هنا، سيكون لديه كتلة تساوي 56 غراما. 56 غراما، نعم. الآن كم وحدة من الكتلة الذرية في هذا؟ حسنا، هنا لدينا 56 وحدة كتلة ذرية لكل ذرة، وإذا كان لدينا مول منها سيكون لدينا 6.02 ضرب 10 للقوة 23 ضرب 56 وحدة كتلة ذرية، ومن ثم نقسمها على وحدة الكتلة الذرية لكل غرام، فسيكون لدينا 56 غرام. لنأخذ السيليكون مثلا، السيليكون إذا كان لدينا واحد مول من السيليكون، السيليكون هنا سيكون له كتلة تساوي 28 غرام. ماذا عن 2 مول من السيليكون؟ 2 مول من السيليكون، 2 مولز اوف سيليكون، العدد الكتلي له هو 28. 28، نعم 28. 28، لكن لدينا 2 مول من السيليكون. حسنا، 1 مول سيكون لديه او له كتلة تساوي 28 غرام، إذا 2 مول سيكون لديها كتلة تساوي 56 غرام. حسنا، وإذا قلنا أنه لدينا مثلا 4 مول من الأكسجين، 4 مولز أوف أكسجين، والعدد الكتلي له يساوي 16، ما هي الكتلة لهذا؟ هذا رقم ضخم من ذرات الأكسجين، ماذا ستكون الكتلة من هذا الأكسجين؟ حسنا، ستكون 4 ضرب 1 مول من الأكسجين، نعم هو له كتلة من 16 غرام، إذا 4 مول لها 64 غرام، نعم 4 مول لها 64 غرام. إذا تعرفنا في هذا الفيديو على كلمة مول وما تعنيه، وكيف تعيننا على التحويل بين العدد الكتلي للعنصر وبين كتلته أو كتلته بالغرامات. هذا ما تعرفنا عليه بهذا الفيديو. إذا للمراجعة فقط، يجب أن يكون لدينا 6.02 ضرب 10 قوة 23 ذرة كربون. هذا ما بدأنا به أول مرة، ليكون لدينا كتلة من 12 غرام من الكربون 12. إذا المول هو مجرد رقم، وأشجعكم على تجربة حل المزيد من الأمثلة كما قمنا بحلها هنا، لأن مثل هذه الحسابات سنستخدمها كثيرا في الفيديوهات القادمة، وسنمر على هذا النوع من الحسابات بشكل سريع أثناء الحل، لن نقف عليه طويلا. نعم، وسنستفيد منها أيضا بحساب الطاقة الناتجة عن تفاعل معين وأمثلة أخرى متعددة.